السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا أخبار مفرحة من رئيس الجامعة الملكية فوزي القجاع حول بعض لاعبي مزدوجي الجنسية، وأيضا ما يحدث لياسين بونو مع فريق إشبيلية، إضافة إلى ما قاله أمين حارس حول مستقبله مع نادي مارسيليا. وكالعادة بدون إطالة ندخلوا نيشة في التفاصيل، ونبدأ أول مع رئيس الجامعة الملكية فوزي القجاع واللي خرج بتصريحات مع سوكر 212 وقال أن هناك اتصالات مع بعض لاعبي المزدوجي الجنسية أبرزهم محمد علي الشو الذي يمارس في نادي أنجي الفرنسي والذي لعب للفئات الصغرى للمنتخب الفرنسي، وأمين عدلي لاعب باير ليفركوز الألماني والذي ازداد في فرنسا ولعب أيضا في الفئات الصغرى للمنتخب الفرنسي، ثم سفيان ديوب لاعب موناكو الفرنسي. وعلى حساب كلام فوزي القجاع قال بالحرف أن هاد اللاعبين كاملين رحبوا بحمل قميص المنتخب المغربي، ولو فعلا تحقق هاد الشيء اللي قالوا فوزي القجاع فغادي يكونوا مكسب كبير جدا ومستقبل المنتخب المغربي، وطبعا هذا ما نتمناه. أما جديد ياسين بونو فصحيفة ماركا الإسبانية قالوا أن النادي الأندلسي إشبيلية يرغب في تمديد عقده لموسم آخر على الأقل، علما أن العقد الحالي ديال المغربي سينتهي تحديدا في 30 يونيو 2024. يعني إدارة إشبيلية باغين ياسين بونو يكمل معهم حتى 2025 أو 2026. وحاليا مونتشي المدير الرياضي للفريق الإسباني في مفاوضات مع الحارس المغربي منذ عدة أشهر قصد التوصل إلى اتفاق إيجابي. وأيضا إشبيلية كيحاول زيادة راتب ياسين بونو إضافة إلى رفع شرطه الجزائي البالغ قيمته 30 مليون يورو، لكن الحارس ياسين بونو رافض في الوقت الحالي أي اقتراحات من إدارة إشبيلية حول موضوع التجديد. وهذا أوتوماتيكيا كيبين لنا جليا أن ياسين بونو غالبا باغي يبدل الأجواء، خصوصا مع كثرة العروض اللي كيتلقاها من كبار أندية أوروبا بسبب التألق المستمر ديالو، اللهم بارك وزيد في ذلك. أيضا بونو خرج بتصريحات لراديو ماركا وقال بالحرف نظرا للمباريات التي تنتظرنا في نهاية الموسم فإنني أركز بنسبة 100% على ما يمكنني تقديمه للفريق حتى أحصل على أفضل نسخة لدي، وفي نفس الوقت أقدر جيدا رغبة النادي في تجديد عقدي. يعني من صيغة الكلام ديالو كيبان أنه مستبعد فكرة التجديد مع إشبيلية. المهم الأسابيع القليلة القادمة أكيد كل شيء غادي يبان، وطبعا كل التوفيق للحارس ياسين بونو. وللإشارة فقط قناة الليغا الإسبانية على موقع يوتيوب اختارت الحارس المغربي ياسين بونو كأفضل حارس في الجولة الأخيرة، بحيث عرضت أهم تدخلاته في المباراة اللي كانت بين فريق إشبيلية وفريق الكاتالوني برشلونة. فرغم الهزيمة بهدف لصفر فياسين قدم أداء مذهلا ومنع الفريق ديالو من الخروج من المباراة بهزيمة ثقيلة، وهذا الشيء اللي قاله حرفيا المدرب تشافي هرنانديز. أما عن المغربي الآخر أمين حارس فبعد ما كان متجاهله مدرب مارسيليا اللي هو الأرجنتيني خورخي سان باولي، مؤخرا هذا المدرب هداه الله وبدا كيعطي الفرصة للمغربي حارس، والجميل أن اللاعب أمين استغل بمعنى الكلمة وبدا كيقدم مستويات كبيرة وأيضا سجل بعض الأهداف مما خلى الأضواء ترجع ليه مرة أخرى. وخرج بتصريحات إعلامية عن مستقبله مع الفريق الفرنسي وقال الأمور تسير على ما يرام منذ بضعة أسابيع، لدي المزيد من الوقت للعب، إنه شيء جيد، كنت محظوظا بما فيه الكفاية للحصول على بعض الوقت للعب. وتابع أيضا لم أغير أي شيء فيما أقوم به بشكل يومي، والمدرب هو الذي منحني المزيد من الوقت، هدفي هو إنهاء الموسم بمثل مستوى المباريات الأخيرة، أشعر أنني بحالة جيدة والأمر مشروك لي للاستمرار، وسيكون هناك نقاش منطقي مع مارسيليا الفرنسي او مع شالكا الالماني. وكان هذا هو تصريح امين حارس، وبكل امانه كنا كنتظروا منه في هذه الوقيته يكون وصل للمستوى الاول مع افضل لاعب العالم، لانه عنده الموهبه وكانت باغيه اكبر الفرق الاوروبيه، ولكن قدر الله ما شاء فعل، ما بغيناش يطرى ليه نفس السيناريو اللي طرى مع عادل تعراب. عموما باقي صغير في السن 24 سنه. كل التوفيق لامين حارس ولجميع المحترفين المغاربه وديما مغرب. وفي الختام كيبقى راي ديالكم، وخير الكلام ما قل ودل، وكالعاده كان معكم إسلام في أمان الله، ومع السلامة.